انت حضرتك النهارده قلت لي انا عايز اتكلم عن النزيف. نزيف، لان كذا سؤال يعني بنسال هذه السؤال. عندنا اسئله كتير من الناس. طب نبتدي بالاسئله. نبتدي بالكلام عن النزيف. طيب، بس هو نزيف يعني اي نزيف؟ لا، ده انا عايز اقسم النزيف اتنين. تمام، نزيف بسبب ونزيف تلقائي. ما انا بتكلم على النزيف الداخلي ولا الخارجي؟ يعني ده نزيف وده اي حاجه. اي نزيف. اي نزيف. هو ربنا خلق الدم جوه مواسير، الشرايين يعني، اللي هي بنسميها شرايين واورده. بس دول مواسير، يعني في دم بره. مظبوط، الدم جوه ماسوره، لو الماسوره دي اتكسرت الدم يطلع يعني. من اول تبقى نص ملي لحد ما تبقى 3-4 سنتي. تمام، ما تفرقش معايا، لان هو داخل يعني زي ما هقولها حضرتك، زي الكتاب ما كاتبها يعني ونترجمها، كلوز سيستم، يعني سيستم مقفول. الدم ما يطلعش بره، يطلع من القلب. ماشي في المواسير. ماشي في المواسير، مره ضيقه ومره واسعه ومره يمشي ببطء ومره يمشي. طب انا استفدت ايه؟ سبحان الله، والله ما لا يقال فيها كده. الدم عباره عن سائل وخلايا. الخلايا البيضاء والحمراء وصفائح وسائل. من السائل المواد اللي انا عايزها تطلع بره المواسير، تطلع بره الماسوره. تخرج منها، تخترقها. فيتامين يطلع بره الماسوره، جلوكوز يطلع بره الماسوره، ويطلع في الاماكن اللي هو يروح اللي انا عايزها. يا سلام. وبقيه الميه ترجع تاني، ما هي طالعه في ميه. الميه ترجع تاني. حاجه نظام غير عادي. فالنزيف لو حاجه من دول اتقطعت، الدم بنفسه بقى يطلع. ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش ان احنا هنتعور ازازه طبعا، سكينه، بهزر، حاجات كتير كتيره جدا. فعمل ثلاث حاجات تخليك ما تنزفش قوي. يعني حتى لو تعورت يبقى ايه التجلط دي، اللي هي احداها التجلط دي نمره 3. تروح الدم متجلط. تمام. فحضرتك انت عندك ثلاث حاجات تخلي النزيف ما يزيدش قوي عن اللزوم. هتعور وهنزف، بس الحكايه تبقى بالعقل. يعني رقم واحد، احنا قلنا الدم ماشي في مواسير، فالماسوره اتفتحت، ربنا خليها تنقبض. ما هي عضله، جدار الشريان ده عضله، يروح عامل كده فيقفل على الدم جوه. بس ما يعرفش يقعد كتير، دقيقتين ثلاثه عامل كده. لحد امتى؟ نمره 2، في حاجه اسمها الصفائح الدمويه. لو شافت سمعت جرح تجري على مكان الجرح. ديفنس. مين اللي قال لها؟ ربنا سبحانه وتعالى. بتطلع ماده من الانسجه تقول لها تعالي جري، تيجي تسد الحته المفتوحه. الصفائح الاثنين دول يعملوا لحد التجلط ما يحصل. بقى التجلط بياخد وقت. طبعا نشتغل بالاثنين دول الى ما يحصل تجلط. اذا واحد بينزف، يا اما مش عارف ينقبض شريان، يا اما ما عندوش صفائح، يا اما مش عارف يجلط. تمام. ما يجي لي عيان يقول لي انا بنزف، ادور على الثلاثة دول. انت مين من دول؟ هل انت شريان مش عارف ينقبض؟ دي امراض. زمان كان المسافة من افريقيا لامريكا 6 شهور بالمركب. طب هياكلوا ايه؟ هياكلوا 6 اشهر. فبياخدوا معلبات. المعلبات كلها ما فيهاش فيتامين سي. ما يتحطش في المعلبات. مفيش حاجة صعبة. هياخد معاه حزمة جرجير. لا خلاص. بيقعد 6 اشهر. فكان بيبتدي اللسع عندهم تنزل. طلع ايه؟ نقص فيتامين سي. بيعمل ايه؟ بيعمل الجدار ده يبقى جامد ما يتفتحش. وعنده نقص فيتامين سي، مرض اسمه سكيرفي، يخليهم اللسع. ولاحظوا دي وابتدوا يبحثوا. ليه كده؟ عشان ما بياخدوش معاه. بدأوا يتبادوا ياخدوا معاه اي حاجة. نقص فيتامين سي ليه؟ لانه مش عارف يعمل القفله دي لما يتعور. اللي ما عندوش صفائح دي قضيه كبيره قوي بقى. قضيه كبيره جدا. لان في هو الانسان ازاي ما يبقى عندوش صفائح؟ احتمال من 2، يا اما الجهاز المناعي يشتغل مجنون، متلخبط فيكسر الصفائح. تمام. حضرتك عارف الجهاز المناعي ده ربنا عامله لحمايتي. ميكروب دخل هنا، ده الجيش بتاع الانسان. يتحرك الجهاز المناعي لاي جسم غريب. احنا ايه المشكله في ان انا ازرع كده انها جسم غريب؟ ما بينزله في الانسجه مهما كانت.
عشان كده ينزلوا المناعه خالص، اظبط مناعته عشان ما تترفضش ويبقى معرض لاي حاجه. فالجهاز المناعي جهاز لحمايتي. ساعات يتجنن يفتكر ان الحاجات بتاعتي غريبه يروح محاربها، يروح مكسر الصفايا. مثال ومثال واضح جدا للناس كلها السكر، انما ما فيش فعل يكسر الصفايا. في اجسام مضاده تطلع تكسر الصفايا، جهاز مناعي يتجنن. لا غير الجنان. في بقى مش تكسر بقى، النخاع العظمى ما بيعملهاش. ده عطل بقى، عطل فني. عطل فني. فالجهاز المناعي ساعات يتجنن ويحارب الانسجه الطبيعيه، يفتكرها غريبه. المثل الجيد قوي السكر نوع الاول مش النوع الثاني، ده جهاز مناعي اتجنن وضرب الخلايا اللي بتطلع انسولين.